The 8209th أعلنوا افتتاح جلسة مجلس الأمن التاسعة بعد 8200. جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة هو الحالة في الشرق الأوسط. ممثل الاتحاد الروسي طلب الكلمة، تفضل سيدي. شكرا سيدي الرئيس. اجتماع اليوم كما نعي لم يكن مخططا له ولم يوافق عليه في برنامج مجلس الأمن لهذا الشهر، وسنكون ممتنين لكم كل الامتنان إن شرحت لنا وأفهمتنا ما الذي نعتزمه مناقشته اليوم تحديدا، ومن الذي طلب عقد الاجتماع ووجه الدعوة له. Representative of Sweden has asked for the floor. ممثل السويد طلب الكلمة، تفضل. Representative of France has asked. ممثل فرنسا طلب الكلمة، تفضل. سيدي الرئيس، فرنسا وستة من أعضاء المجلس طلبوا عقد هذه الإحاطة ولأسباب منهجية ولأسباب مضمونية. بالنسبة للأسباب المنهجية، أولا لا بد أن تتوفر لمجلسنا كافة المعلومات لفهم الأزمة التي يتدرسها، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذا الوضع ينطبق تحديدا على سوريا. إذ نعي أن بعد حقوق الإنسان لا يمكن أن ينفصل عن ديناميكات النزاع منذ نشوء النزاع، كما أن إحاطات أخرى لمفاوض حقوق الإنسان جرت ونقشت في مجلس الأمن، وسوريا ينبغي ألا تكون استثناء من هذا. ويقودني هذا لمسألة المضمون التي دعتنا لتقديم طلب الجمعية. بالنسبة لسوريا تحديدا، طلبوا الإحاطة، أو هناك إحاطة تقدمت بها المفوضة السابقة نافي بلاي في 2014، وحقوق الإنسان جانب أساسي من الأزمة. لم يتم تناوله بشكل كاف في المجلس هنا، ونحن نعلم أن حالة حقوق الإنسان في صميم النزاع منذ نشأته، وهي تسوء أكثر وأكثر مما يقود السلم والأمن. وهذه الإحاطة التي نريدها حقا ستكمل ما نبحث فيه في الملف الإنساني والكيميائي والسياسي. سيدي الرئيس، ربما نحن في حالة إنكار، نحن نفتقر إلى الواقعية في تعاملنا مع الوضع في سوريا وأي حلول ممكنة. إن لم نتناول جانب حقوق الإنسان في هذا النزاع، من الذي سيسعه أن يفهم هذا؟ النظام وأطراف أخرى، داعش تحديدا، نرى أن الانتهاكات ليست من آثار النزاع، ولكن هناك أسلحة تستخدم بشكل متعمد للسيطرة على مواطنين وعلى أراضٍ. وأخيرا سيدي الرئيس، لا يمكن فصل حقوق الإنسان عن الحل السياسي للنزاع، وإن رغب المجلس في التعاون بنية حسنة لتفادي تكرار نفس الفظائع مرة أخرى، لابد أن يتوصل لحل سياسي على أساس يشمل كافة مكونات الشعب السوري مع احترام الحقوق والحريات للكل. ولكل هذه الدواعي سيدي الرئيس، بالإضافة للآخرين، طلبنا عقد هذا الاجتماع، ونحث كافة أعضاء المجلس لتأييد عقد هذا الاجتماع. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل فرنسا على كلمته، والكلمة الآن لممثل الاتحاد الروسي. شكرا سيدي الرئيس. نحن نعارض عقد اجتماع اليوم
واخترنا الزملاء بهذا يوم الجمعة 16 من آذار مارس لنرى تبريرا لعقد هذا الاجتماع، بما أن حقوق الإنسان ليست من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. في جنيف هناك مجلس هنا لحقوق الإنسان، ووجود السيد رعد الحسين شخصيا في نيويورك ليس سببا مقنعا في واقع الأمر يبرر تقديمه لإحاطة أمام المجلس. وكما فهمت وفد فرنسا شرح بالفعل الخلفية وراء عقد هذا الاجتماع، ونود أن نسمع كيف للسوريين النظام، كما يسمونه النظام، ينتهك حقوق المدنيين، وهناك إشارة للنظام وليس للمتطرفين الذين يدعمون بشكل علني ويخوفون المواطنين لسنوات كثيرة الآن، وهذا يؤكد مخاوفنا بشأن الطابع المسيس لهذه المبادرة التي لا علاقة لها إطلاقا بشواغل السوريين أنفسهم. نود كذلك أن نطلب إلى الأمانة أن تشرح السبب وراء نشر مذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن سوريا على الوفود. لم نطلب هذه المعلومات. لا يوجد نظام لتقديم أجهزة لأي رسائل ترغبها لمجلس الأمن. نرى أن عقد هذا الاجتماع يتعارض مع صلاحيات جهاز خاص تابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ومن ثم نحن نطلب بإلغاء هذه الإحاطة، وسنطلب إلى الرئيس الموقر أن يخضع هذه المسألة لتصويت إجرائي. In view of the request of the Russian. بناء على طلب الاتحاد الروسي وأعضاء المجلس سأطرح هذا البند للتصويت، وعليه سأطرح البند للتصويت الآن. ألا زلت ترغب في أخذ الكلمة؟ الكلمة للممثل الاتحاد الروسي. أود أن أشرح فقط سيدي الرئيس. أنه عنوان الجلسة هو الحالة في الشرق الأوسط. بالطبع نحن لا نعارض مناقشة الحالة في الشرق الأوسط، ما نعارضه هو عقد اجتماعي اليوم بالشكل المقترح عقده فيه. لذا أود أن أطلب إليكم أن تطرحوا هذا للتصويت على النحو الملائم. Distinguished representative of the US has asked for the floor. ممثلة الولايات المتحدة. شكرا سيدي الرئيس. الولايات المتحدة تؤيد بقوة عقد جلسة اليوم، وتحث كافة أعضاء المجلس لتأييد عقد هذا الاجتماع وإجراء تصويت إجرائي لعقد الاجتماع على نحو المخطط له. لا يزال الاتحاد الروسي يواصل جهوده لتعويق عمل هذا المجلس وتعويق نظر المجلس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حلفائه، وهو أمر مقيت ولا ينبغي لهذا المجلس أن يقبل به. شكرا. أشكر ممثلة الولايات المتحدة لكلمتها، والكلمة لممثلي الصين. سيدي الرئيس، نص ميثاق مجلس الأمن تحديدا على وظائف ومهام كافة أجهزة الأمم المتحدة. الدور الرئيسي لمجلس الأمن هو صون السلم والأمن الدوليين، وليس
النظر في قضايا حقوق الإنسان. دفع هذا المجلس لتدارس قضايا حقوق الإنسان يقوض من مهام أجهزة أخرى في الأمم المتحدة، ولن يساعد في التوصل لحل فعال لهذه الأزمة، وتعارض الصين نظر المجلس بشكل محدد لحالة حقوق الإنسان في سوريا. شكرا سيدي الرئيس. I thank the representative of China for his statement. أشكر ممثل الصين على كلمته. هل لي أن أطلب إلى ممثل الاتحاد الروسي أن يوضح ما يرغب في طرحه للتصويت، بما أنه طلب إجراء تصويت إجرائي؟ يقول ممثل روسيا: نحن نقترح التصويت على ما إذا كان ينبغي عقد الاجتماع اليوم أم لا. بالطبع أؤمن سيدي الرئيس أنه ينبغي عليكم طرح مسألة عقد هذا الاجتماع اليوم للتصويت أم لا. من حيث المبدأ مسألة عقد الاجتماع لم نوافق بعد على جدول أعمال جلسة اليوم، إن كنا قد وافقنا عليها عندئذ سينعقد الاجتماع، ولكن لم نوافق بعد على جدول أعمال اليوم. شكرا. I'll try again. I would thank the representative. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على كلمته. بناء على الطلب وتعليقات أعضاء المجلس، أعتزم طرح جدول الأعمال المؤقت لجلسة اليوم للتصويت، ومن ثم سأطرح المسألة للتصويت الآن. المؤيدون لاعتماد جدول الأعمال المؤقت لجلسة اليوم الموافقون، رجاء أن تفضلوا برفع أيديكم. Those against. المعارضون. Abstentions. الممتنعون. The result of the vote. نتيجة التصويت كالتالي: 8 أصوات مؤيدة و4 معارضة و3 ممتنعة. ومن ثم لم يعتمد جدول الأعمال المؤقت إذا لم يحظى بعدد الأصوات المؤيدة المطلوب. رفعت الجلسة.